بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ يا ترى عاملين ايه في المذاكرة ومتابعينا ولا ايه؟ طيب اللي متابعنا بقى كده يعمل لنا لايك ويعرفنا في الكومنتات. نقول بسم الله توكلنا على الله. احنا النهارده مع يونت 4 اللي هو الفوكابولاري. إيميلي ديكنسون صاحبة القصيدة الجميلة اللي هي If I Can Stop. هنعمل النهاردة طريقة مختلفة سنة. يعني طبعا أنا بوصي دايما بالكلمات الرئيسية والكلمة وعكسها والديريفيتيفز اللي هي المشتقات والحاجات دي. النهاردة احنا هن يعني هنقول الشرح بتاعنا هيبقى من خلال الإجابات بتاعة الأسئلة. هنبدأ بتشيك بوينت وتعرفونا طبعا الطريقة دي هل كده تمام على أساس بس إيه ننجز في وقتنا، يعني نخلي حصص الشرح للحاجات اللي هي مثلا زي الجرامر والحاجات اللي هي المهمة. يعني نسمع رأيكم في التعليقات. نقول بسم الله توكلنا على الله. تشيك بوينت ده اللي موجود في صفحة 124. That of the newspaper's main articles المقالات الرئيسية بتاعت الجريدة are printed in red تبقى مطبوعة باللون الأحمر. يبقى الإجابة بتاعتنا إيه؟ اللي هو العناوين بتاعت المجلة والمقالات والجرائد والحاجات دي بقى إيه؟ Titles. Number two, the famous journalist writes fill for the newspapers. الصحفي الشهير بيكتب ايه عن الافلام؟ يبقى عايزين نقول مقالات نقديه. طبعا يا جماعه اللي يعني احنا لما بنيجي نحل الاسئله لازم نكون مذاكرين الفوكابولري كويس على اساس نعرف ان احنا ايه نجاوب. يبقى ريفيوز اللي هي المقالات النقديه. ريفيجن طبعا اللي هي المراجعه ودي خاصه بالمذاكره. A loud scream صرخة عالية the silence of the music hall الصالة بتاعت المزيكا اللي حصل فيها في صرخة نقول ايه broke the silence كسرت الصمت. The children were asked to stand in two lines الاطفال طلب منهم ان هم يقفوا في صفين 3 meters apart يعني منفصلين عن بعض بثلاثة متر يبقى apart. ده جاي من احد الجداول اللي هي طبعا الناس اللي هي شغالة معانا من جيم اللي هي في بعض الكلمات بنضيف لها حرف الاي تعمل زي صفات او احوال. هنا بارت يعني جزء يبقى apart يعني ايه منفصل او بشكل منفصل. اهتموا بالجداول اللي هي بتاعت الاشتقاقات. طبعا التركيز بيبقى على الكلمات اللي هي الفوكس اللي هي الكلمات الاساسية اللي هي زي ما اتفقنا اللي هي التعريفات، لكن بناخد فكرة عن بقية الكلمات وبنحفظها. The article says المقالة بتقول there is something in the new research في البحث الجديد. مثلا سؤال زي ده هتبص تلاقي هو عايز يقول لي المقالة بتقول ان في حاجة زي نقصة او خطأ او كده. هتبص تلاقي عندي كلمة امس برضو دي موجودة في احد الجداول اللي هي بمعنى خطأ او به نقص او ما شابه ذلك. بالنسبة للتدريبات اللي هي على الفوكابولاري نركز مع بعض كده نشوف بيقول ايه. الاهرام organization مؤسسة الاهرام is one of the country's biggest book publishers طبعا واحدة من أعظم ناشري الكتب. Okay. The soldier's book gave description of his 4 years in enemy prison. الكتاب بتاع الجندي أعطى يبقى أعطى إيه؟ أعطى وصف مثير للمشاعر ومؤثر يبقى moving. للأربع سنين اللي هم قضاهم في سجن العدو.
The man was found. الرجل وجد. ماله بقى؟ After 3 days in the desert, but he was very weak. يعني هو كان ضعيف جدا. يبقى نبعد بقى عن كلمة ايه؟ نبعد عن كلمة ميت. وجد ميتا، لا هو وجد alive. Alive اللي هي حي، عكس كلمة dead. ومسك missing طبعا بمعنى مفقود. Mount Everest is a in the heat of sorry for even the most experienced climbers. يبقى challenging، هو يعتبر تسلق جبل إيفرست يعتبر فيه تحدي كبير حتى للمتسلقين اللي هم الأكثر خبرة. Many people in the crowd، ناس كتيرة في الزحام. In the heat of the music hall، في الجو الحر بتاع صالة الموسيقى. While attending the famous singer's concert، اللي هي الحفلة الموسيقية بتاعت ايه، اللي هي المطرب الشهير. يبقى fainted بمعنى اغمى عليه، اغمى عليه، اغمى على ناس كتير في الحفلة. All the old woman's limbs، كل الاطراف بتاعت الست الكبيرة. And she trembled واترعشت with cold من البرد. ايه اللي حصل لها بقى؟ يبقى نقول act او act، اللي هي آلمتها الاطراف اللي هي ايديها ورجليها، يعني ألمتها وهي ارتعشت من الخوف من البرد. سوري. The doctor gave the child medicine، الدكتور ادى للطفل دواء to his pain، ألمه. يبقى اكيد طبعا يخفف. يلا تختارهم قبل ما اختار انا، ايه رأيكم؟ ease، يخفف ألم. تمام. بعد كده the mother tried، الأم حاولت to get the baby to sleep early، إن هو ينام، يتخلى الطفل ينام بدري. He didn't sleep until 12 o'clock. يبقى هي حاولت، بس شوف عمل فيها إيه، ما نامش إلا الساعة 12. يبقى نقول in vain يعني إيه؟ بلا جدوى. يعني هي الأم حاولت. In vain مصطلح بمعنى بلا جدوى او بدون جدوى، يعني موجودة ايه، ما جاش بالنتيجة. Number 9. A او an is a small European bird with a brown back and orange face. طبعا هنا بيتكلم على طائر اللي هو ابو الحناء اللي هو روبن، وده مذكور في الفوكابولري. The poor worker had a strong، العامل الفقير كان عنده ايه بقى قوي، in his back from lifting boxes all day. يبقى كان عنده ألم، يبقى aching اللي هو ألم شديد من رفع الصناديق طول النهار. My parents always tell me that it's very bad to break your mate. والدي دايما بيعلموني او بيقولوا لي ان حاجة وحشة جدا ان انت ايه من دول بقى تخلف او تكسر ايه. تعالى بقى بص كلمة promise هنا، ان انت تخلف وعد انت خدته على نفسك او انت عملته، يعني ده حاجة وحشة جدا. break a promise. برضو في كتاب جيم عارض برضو مصطلحات جميلة جدا على break. طبعا كانت break a record مثلا، يعني ايه، يعني يحقق رقم قياسي، يكسر الرقم القياسي، يعني يحقق رقم قياسي جديد. وبريك الو اللي هو ايه، يخالف قانون او كده. My father doesn't drink coffee at night as it keeps him. بابا ما بيشربش قهوة بالليل لان هي بتخليه ايه بقى، صاحي، يبقى awake. If you'd like to be a، نختار حاجة من دول، of the club, please fill in this form. املى الاستمارة دي. يبقى اكيد طبعا لو انت عايز تبقى ايه، member يعني عضو، لو عايز تبقى عضو املى الاستمارة ديت. 50 people were killed in the plane، في 50 واحد اتقتلوا في، عايز اقول ايه بقى، حادث الطائرة. يبقى which happened in the mountains، يبقى plane crash اللي هو حادث القطار الطائرة، يبقى plane crash.
طبعا هنا ما فيش كلمة اكسيدنت على اساس ايه يعني ما تعمليش دربكة، وايفنت اللي هو حدث عظيم او هام يعني. نتنقل على المجموعة الثانية. The police asked the woman to the robbers who stole her bag. البوليس طلب او اه ان هي طلب من الست ان هي توصف، يبقى to describe، توصف اللصوص اللي سرقوها. She was determined to، هي كانت مصممة. determined مصطلح جميل او بمعنى مصمم، ان بيسبقه فيرب تو بي. She was determined to all of her daughters to Richmond. يبقى لما نيجي نقول ايه، بص للفعل ده marry، هي ماري يتزوج، وممكن ماري يزوج يعني تجوز كل بناتها من رجال أغنياء. جيت ماريد طبعا لما ماريد يجي قبلها فيرب تو، فيرب جيت او فيرب تو بي، يكون معناها يتزوج من. ذا بور ويزر، الطقس السيء او الوحش، واز responsible for the crash، يبقى كان مسؤول عن الحادث، يبقى was partly جزئيا يعني كان من ضمن الأسباب بتاعت الايه الحادث يعني. the lifeboat the sailors from the sinking boat، يبقى عايزين نقول أنقذ، يبقى rescued. Number 19. I cannot go out. I have got to do for my exams. للامتحانات، يبقى أنا مضطر أعمل بعض الإيه المراجعة، يبقى اسمها revision. revision اللي هي المراجعة. قلنا review اللي هي المقالة النقدية. Were usually made from stones to stop attackers from breaking in. إيه اللي بيبقى مصنوع من الصخور والحجارة لمنع المهاجمين أو المعتدين من الاقتحام أو الدخول، يبقى أكيد إيه؟ castles، القلاع. The dry rocky is suitable for planting palm trees. يبقى إيه بقى؟ الصخرية الجافة بدام للزراعة وكده، وهنا النخل طبعا، يبقى ايه؟ يبقى soil اللي هي التربة الزراعية. sand اللي هو رمل، وفلور اللي هي الأرضية أو الأرض بتاعة المباني، وروف اللي هو السطح. doctors and nurses should learn to control their، الأطباء والممرضات ينبغي إن هم يتعلموا إن هم يسيطروا أو يتحكموا في أكيد emotions اللي هي المشاعر، مشاعرهم. Computers and the internet have become an essential part of life. الكمبيوتر والانترنت اكيد طبعا لما نيجي نختار اكيد هنختار modern life اللي هي الحياة الحديثة، طبعا ancient اللي هي القديم، strange غريب، وقض يعني شاس. While driving، اثناء القيادة، your attention should be fixed on the road. انتباهك المفروض يبقى متركز او ثابت على الطريق اللي هو ahead، للامام، طريق امامك يعني. along يعني بطول، apart يعني منفرد او منفصل زي ما خدنا، و alive يعني حي. I was going to write you an email but I decided to call. انا كنت ناوي ان انا اتصل، ان انا اكتب لك ايميل، لكن انا قررت ان انا اتصل، يبقى instead يعني ايه؟ بدلا. ممكن instead تيجي في الاخر من غير بقى اوف ولا حاجه، يبقى بدلا. لو انا اجيب وراها اوف يبقى I decided to call instead of، واجيب بعدها الفعل في ing of writing مثلا. I have read one of يحيى حكي's books. انا قريت واحد من الكتب، احد كتب يحيى حقي، but I can't remember the، مش قادر اتذكر the title اللي هو العنوان، عنوان كتاب، عنوان مقال. تمام. the teacher asked us to read the first two of the poem، للقصيدة اول اتنين ايه من القصيدة، and answer the question، يبقى اول بيتين من القصيدة، يبقى verses.
The famous runner, العداء الشهير broke the world for the 1500 meters race، يبقى يحطم الرقم العالمي، يبقى the world record. لما يحطم رقم بمعنى ان هو ايه، يسجل رقم جديد يعني. Most wild birds build their، الطيور بتبني ايه؟ يبقى اكيد بتبني nests، اللي هي العش بتاعها. The accident victim، الضحية، victim يعني ضحية، يبقى الضحية بتاع الحادثة، was but still breathing، لكن لا زال يتنفس. نبقى نخلي بالنا برضو من النوعية بتاعت الأسئلة دي. When the ambulance arrived، يبقى مش ميت بقى، يبقى was ايه؟ ما تنفعش بقى كلمة dead، يبقى ايه رأيكم في كلمة unconscious؟ unconscious يعني فاقد الوعي، يبقى هو fainted يعني unconscious، فاقد الوعي. نكمل. When his anger، لما الغضب بتاعه ايه اللي حصل له؟ he sat down and talked، يبقى cooled، يبقى لما هدي، لما غضبه هدى. My father asked me not to my money on unhealthy food، على الطعام اللي هو غير صحي، يبقى طلب مني ان انا لا ابدد او اضيع، ويست بمعنى يبدد او يضيع، ممكن ويست بمعنى اللي هي نفايات. At my heart to see the child with heart problems so sick، يعني لما نيجي نقول ايه، أثر فيا، يبقى it broke my heart، يعني ايه، كسر قلبي ان انا اشوف الطفل مريض القلب، عيان جدا. I think it's not easy for a young pupil to this poem however easy it is، اعتقد ان مش سهل ان بالنسبة لتلميذ صغير ان هو هذه القصيدة. في هنا كلمة جميلة قوي اسمها paraphrase. paraphrase اللي هي يعيد صياغة، يعيد صياغة يعني يشرح، مثلا يقول القصيدة بس بأسلوبه، أو يعبر عن القصيدة بأسلوبه، دي اسمها paraphrase، عاملة زي rephrase، يعني يعيد صياغة أو يشرح بأسلوبه أو بكلامه، paraphrase. The coach said، المدرب قال، he didn't have any after losing the match، المدرب قال إن هو ما عندوش أي comments، comments اللي هي ما عندوش أي تعليقات بعد خسارة المباراة. His bad habits، عاداته السيئة، are starting to have a أو an effect on his work، على شغله، أكيد تبقى حاجة سيئة، يبقى negative يعني أثر سلبي زي باسف كده، دي بوزيتيف ايجابي طبعا. الثانيه اللي بقولها اسمها باسيف. He was accepted for the job، هو قبل للوظيفه، because his English was، لان اللغه الانجليزيه بتاعته كانت perfect، كانت تمام. More women are getting new jobs which were for men only، المزيد من النساء بيحصلوا على وظائف اللي هي كانت traditionally، تقليديا، عايزين هنا اللي هي حال، كانت الوظائف ديت اللي بيحصل عليها النساء يعني كانت تقليديا بالنسبة للرجال فقط. Our primary school، المدرسة primary school teacher، المدرس بتاع المدرسة الابتدائية، made up which we sang loudly، اللي احنا غنيناها، يبقى عمل ايه؟ عمل زي rhymes، زي ابيات مقفاه كده يعني، فيها قافيه واحنا غنيناها rhymes. I don't want to become، I don't want to become to my children when I am old، لما بالنسبه لاولادي لما اكبر، يبقى burden. burden يعني ايه؟ عبء. انا مش عايز اكون عبء على اطفالي لما اكبر. Many factories were punished، اتعاقبوا
في مصانع كتيرة اتعاقبت because of breaking the throwing the waste in the river. يبقى breaking the law اللي هو ايه؟ القانون، اللي هم كانوا بيخالفوا القانون وان هم يرموا النفايات بتاعة المصانع في النهر. The ship was sailing the southern coast of Australia when the storm began. يبقى along the southern coast اللي هو الساحل الجنوبي لاستراليا، بطول الساحل الجنوبي. Cabbage اللي هو الكرنب is a kind of vegetables that can be eaten اللي ممكن يتاكل or cooked. تالي ممكن تبقى raw اللي هو ني لما بتعمل سلطات وكل سلو كده، وممكن يبقى cooked مطبوخ. According to the law طبقا للقانون you have to pay if you use your mobile phone while driving. يبقى تدفع غرامة fine. احنا عارفين ان بنقول I am fine يعني انا بخير، لكن ممكن هنا وهي تستخدم كفعل وكاسم بمعنى يغرم او غرامة، تدفع غرامة. The main arguments in the final paragraph. الكاتب عمل ايه بقى في الجدالات والاراء الاساسية للبقال في الباراجراف الاخير؟ يبقى summarized بمعنى لخص. Summarized لخص. Children must be accompanied. الأطفال لازم يصطحبوا by in this museum في هذا المتحف. يبقى adult يعني واحد كبير يكون معاهم. Adult أحد البالغين يكون معاهم، يكون حد كبير يعني. هنا بالنسبة لل prepositions شوف كده مع بعض بالراحة. The word upset هي upset يعني متضايق. Is an antonym هي عكس لكلمة ease. يبقى هنا الease اللي هي ايه يعني ييسر او كده. Upset اللي هي يضايق او ما شابه ذلك. Antonym يعني ايه اللي هو العكس. The word paraphrase اللي احنا قلنا يعيد صياغة is similar in meaning to هي متشابهة في المعنى مع كلمة rephrase. American English is slightly different. اللغة الإنجليزية الأمريكية هي مختلفة قليلا بالمقارنة مع، يبقى different to British English اللي هو الإنجليزي البريطاني. My mother asked me to cut the carrots thin slices شرائح رفيعة. يبقى into cut into يقطع إلى أو على شكل. You should always these simple rules when using electrical equipment. ينبغي إن أنت نخد كلمة follow تتبع تعليمات بسيطة عند استخدام اللي هي معدة كهربائية أو المعدات الكهربائية. A broken leg الرجل المكسورة won't stop me مش هتوقفني من عمل كذا from going to يبقى from going to my friend's birthday party مش هتمنعني من. My father used to بابا كان معتاد على every one of us a job to do during the holiday كان متعود ان هو يعطي لكل واحد مننا job هنا بمعنى ايه زي مهمة عشان يعملها اثناء الاجازة. من الامتحانات السابقة زي مثلا 2015 اهو قدامنا is someone who produces books اللي بينتج الكتب والحاجات دي والمجلات يبقى publisher اللي هو الناشر. Some people keep on destroying the environment by throwing factory in rivers and seas. بعض الناس بتدمر البيئة بإلقاء يبقى waste
ويست النفايات. نبقى نخلي بالنا بقى من الكلمات اللي هي متشابهة إلى حد ما في النطق، زي كلمة ويست اللي هي الوسط دي، وكلمة ويست. We ran to the station but it was، خلاص بقيت عارفها، vain يبقى in vain يعني دون جدوى. القطر كان طلع. I think he is، you can talk to him، انت ممكن تتكلم معاه، يبقى اعتقد ان هو ايه، awake صاحي، ينفعش بقى asleep او sleepy او sleeping، خلاص بقول لك ممكن تتكلم معاه يبقى awake. She finds working with handicapped children، هي بتجد ان العمل مع الاطفال handicapped اللي هم المعوقين اكيد شغلانه challenging. challenging يعني فيها تحدي، and rewarding ومجزيه في نفس الوقت. take these bills، خد الحبوب دي، they will your pain، يبقى تخفف الالم، يبقى ease. No one is useless، ما فيش حد ملوش فايدة in this world as long as he lightens the of another، بيخفف عقل للآخر، يبقى بيخفف ايه، records pleasure post اكيد burdens، برافو عليكم، burdens اللي هي اعباء الآخرين او الآخر. هنا بقول انا بشكركم على حسن استماعكم، وان شاء الله الطريقه دي، بس انا قلت ايه، بدل بقى ما نقعد نقرا الكلمات وكده، لا انتوا تبقوا تقروا الكلمات واحنا نبقى نعمل المناقشه مع بعض بالشكل ده. ان شاء الله باذن الله الفيديو اللي جاي هيبقى على شرح، ان شاء الله يبقى شرح الجرامر بتاع الوحده 4 اللي هي all وبوس وهاف والحاجات دي. شكرا مرة تانية، وتحياتي مستر جلال حسنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.